حدب واحدة ست يبقى نصيبي ذل وذل برغم الكفاح والتعب. لا أنا في الخير مشكورة ولا أنا معذورة، لو الحق الويقع ينقلب، لكن كلمة الله نصفتني وشجعتني لما قست آلاف الأسماء اسمي فيها انكتب. لكن كلمة الله نصفتني يا مولاي. انا عايزاكي تطمني. اطمن؟ اطمن ازاي بعد اللي انا سامعاه ده؟ انت عارفه الشعب يا مولاتي بيتعود على السهرات دي. الحلم اللي انا حلمته كان فظيع فظيع. ده مجرد حلم يا مولاتي. لا لا، ده ما كانش حلم. لا انا كان جسمي كله بيترعش وانا نايمه. ده لو البرد اتأذى هتحصل لنا كوارث كتير قوي بسببه. ما تنسيش يا مولاتي ان مولاي الملك بيلاطس هو الحاكم في البلد دي، اكيد هيحمي. قولي لي مين اللي ودى رسالتي للملك؟ رفقه يا مولاتي، انت عارفه رفقه ما بتخافش من حاجه ابدا. كل الاخبار اللي وصلت للقصر عنه بتقول انه بيعمل معجزات لناسه وبيشفي المرضى. ده انا كمان سمعت انه قوم حد من الموت. ايوه حصل يا مولاتي، انا اصلا من بيت عنيا، كل الناس في بلدنا شافوه هو بيقوم واحد اسمه لعازر، قومه بعد ما مات واندفن 4 ايام. 4 ايام؟ 4 ايام يا مولاتي، ده حتى بعد ما طلب من الناس ان هم يفتحوا القبر علشان يقوموا، ريحه كانت وحشه قوي. وقومه من الموت رغم الحاله دي؟ قام يا مولاتي وهو عايش في بلدنا. مولاتي ممكن تبعت له وهو يحكي لها على كل حاجه. اللي بيقوم الناس بالموت عايزين يموتوا لي. ما انت عارفه يا مولاتي لقم الجماعه بتوع الدين هم اللي مهيجين الناس عليه. هو الشر قوي للدرجه دي؟ اتأخرت كده ليه؟ مش مولاتي قالت لها ما تتحركيش من هناك غير لما تجيبي كل الأخبار؟ هي أكيد متأخرة عشان هتجيب أخبار طيبة. لا أنا مش مطمنة، مش مطمنة خالص. أنا اللي شفته بيحصل له من عذاب في الحلم يقلبني جدا. أنا أول مرة أشوف مولاتي في الحالة دي. وأنا أول مرة أشوف حلم بالشكل ده. هي فين يا رفاق؟ ها؟ هي اتأخرت كده ليه؟ برحب فيكم بحلقة اليوم. موضوع اليوم رح أشارككم فكرة عن زوجة بيلاطس. هذه الزوجة زوجة حاكم روماني، كانت امرأة وثنية لكنها كانت امرأة جريئة، جريئة جدا. امرأة عاشت في بيت القيصر ربما، وبتعرفوا انتوا حياة الحكام الرومان كانت حياة بطش، حياة بذخ، حياة مش نظيفة، علاقات ربما لأجل مصالح شخصية كانوا يكونوا يدوسوا على بعض. لكن كانت زوجة بيلاطس بعتقد أنه كان عندها فكر عن من هو المسيح لأنها كانت بهداك الزمن عايشة. بخليني أفكر بهذا الموضوع لأنه كانت زوجة خوزي وكيل هيرودس بنفس القصر،
وكانت امرأة خوزي تخدم يسوع بأموالها، فربما كانت تخبرها عن من هو يسوع. زوجة بيلاطس كانت جريئة، بالذات لما كان في زمن محاكمة يسوع. كل الشعب جاء هايج ومايج، اصلبه اصلبه. بيلاطس كان قراره ما اعتمد على الأمور السياسية. يمكن لو كان بده بينه وبين نفسه، بينه وبين مرته، كان بيكون غير عن هيك. لكن لأنه كل السياسة ضده، كل التيار بيقول اصلبه، ما كانش قادر يوقف ضد هذا التيار. ولكن الرب تكلم لزوجة بيلاطس بحلم، أعطاها رسالة. لكن هذه الإمرأة كانت أمينة في الرسالة اللي أخذتها بهذا الحلم. وصلت هذه الرسالة لزوجها، قالت له إياك وذاك البار. أعلنت إنه هذا الشخص هو بار، لم تخجل أن تعلن إنه يسوع هو البار. وصلت لزوجها قالت له إياك وذاك البار. وهذه الإمرأة ما سكتت. يقال في التاريخ، مش في الكتاب المقدس، إنه فيما بعد أصبحت من أتباع المسيح. يعني لو أنا كنت في مكان هذه الإمرأة وزوجي بده يأخذ هيك قرار، إيش أنا بقدر أعمل؟ أنا الرب فرجاني بهذا الحلم إنه هذا الإنسان بريء. يا بيلاطس توقف عن هذا القرار، ما قدرت توقفه، لكن ضل في قلبها إنها هي ما استأمنها عليه الرب، أخذت هذا الحلم وشاركت فيه وأعلنت إنه هذا الشخص هو بار. يمكن نحن مرات نكون بمكانها، يمكن مرات نحن نكون مترددين، خايفين. إذا الرب قال لك إشي، قومي واعمليه، كوني جريئة، خدي خطوة جريئة واعلني شو اللي أنت اللي الرب عم بحكي لك في قلبك في أعماقك. ما تخبي الإشي اللي عندك. ربما يقول لك الرب روحي لذاك المكان وتكلمي عني، روحي لذاك المكان واعلني، حتى لو كان هذا المحل فيه بين القصور، حتى لو كان مع شخصيات في المجتمع، روحي واعلني عن يسوع البار، يسوع المخلص. أنا بشجعك إنه ما تحتفظي بالرسالة لنفسك، لكن اذهبي برسالة وقدمي للجموع من حولك. بحب هذا الوقت نصلي مع بعض واطلبي من يسوع، قولي له يا رب المس لساني، المس قلبي. خلينا نتشجع مع بعض نطلب من الرب يسوع. يا رب أنا بطلب بهذا الوقت من أجلي ومن أجل كل السيدات يا رب اللي عم بتواجدوا في مجتمعات، ربما تكون بالمجتمع العالي بيقولوا والمجتمع البعيد عنك. يا رب أنا بصلي باسم الرب يسوع أن تعطي جرأة غير عادية يا رب، جرأة غير عادية، تمسح أدمغتنا، تمسح قلوبنا، تمسح ألسنتنا، حتى نعلن مجدك في وسط هذا المجتمع يا رب بقيادة روحك القدوس. أصلي باسم الرب يسوع المسيح أن تقودنا لأن نقدم رسالة الخلاص، ولا نخجل أن نقدم رسالة يسوع المسيح المخلص البار الذي مات من أجل الأثمة. باسم الرب يسوع المسيح أصلي لك كل المجد أيها السيد، باسم يسوع، آمين. بنشوفك بالحلقة القادمة أختي، والرب معك.